خالتي؟ نعم. خالتي احكي لصبري خليه يسمح لي اروح ازور بيت اهلي. ليش هو بيمنعك تروحي تزوري اهلك؟ لا لا مش هيك بالضبط، لا لا، بس هو بيبرر رفضه بانه حابب يزورهم معي. معناته حابب يروح معك. وايش معنى مروه وقت ما بدها بتروح عند اهلها؟ شو رايك انت اللي تيجي لعنا؟ لانه اليوم ما جاي عبالي اطلع من البيت. طيب افطري معنا اللي بدك اياه يا حبيبتي. تمزحي؟ انا اطبخ؟ اي انا ما بعرف اقلب الطين. لا لا، بحكي لمروه هلا تعملك اللي بدك اياه. صباح الخير ميساء. صباح الخير. قولي مساء الخير. كل واحد شو بشوفك في المطبخ. ما هو اليوم دوري بالطبيخ. انا كنت مفكره اليوم دور مروه. لا يا حبيبتي طمني، دوري. طيب ميسا، اليوم صاحبتي جاي عنا على الفطور وطلبت ملوخيه. ملوخيه؟ سدي انا مش طباخه لا عندك ولا عند صاحبتك، وانا بدي احكي مع صبري يشوف لي حل بهالموضوع. بصراحه مش قادره اتحمل اكثر من هيك. تفضلي على دراستك. ملوخيه قريتها طلبت اكله عليها العين. شو عمل بهذا؟ شو مالك؟ بشوفك مش على بعضك. مش عارفة شو بدي احكي لك يا رغد. بصراحة أنا كتير استغربت من ردة فعل ميسا لما طلبت منها تطبخ ملوخية. يعني هيك سمعتني كلمتين هيك أحرجتني، ما بعرف ليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبري خير؟ شوفي شو هو موضوع اليوم؟ هلا انا اللي كل يوم بطلع لك بموضوع ولا اهلك اللي مش تاركيني بحالي؟ اهلي؟ شو مالهم اهلي؟ لا ولا اشي. الست لينا بكل بساطة اليوم تيجي بتأمر وبتتأمر اني اطبخ لها لصاحبتها ملوخية. بصراحة انا مش مجبورة اطبخ لحدا. ميساء وطي صوتك. وبعدين اللي انا بعرفه انت بتطبخ يوم ومروة يوم، ايش جد اليوم؟ ولا بدك امي هي اللي تطبخ؟ انا ما قلت امك هي اللي تطبخ، بس يعني لينا كبرت وخلص صار لازم تتعلم شغل. لينا صغيره وبعدها بتدرس وما بتعرف تطبخ. وبعدين شو في وراكي انت ومروة؟ ما انت فاضيات اشغال. نسواني اخر زمن. فاضيات اشغال. حط رز يا عبد العزيز. انت مش قلتي لي انك عزميتني على ملوخيه؟ يا اختي قالت لك انها عزماك على ملوخيه، بس بصراحه ما لقينا ملوخيه وهذا اللي طلع معي. تفضلي. مساء بكفي. واذا يا حبيبتي مش عاجبك الاكل فيش داعي تاكلي. ميسا انا شبعت اصلا عن اذنكم. كملوا اكلكم. تفضلي يا حبيبتي. تفضلي يا رغد. كلي صبر. حتى المفعوصة رغد بتتفع علي. بسيطة إن ما قطعت إجرك يا رغد. خلص بكفي، صار لك ساعة وإنت عم تبكي. بس بدي أعرف إيش في. أبوي يا لينا، أبوي مبارح بهدلني ومنعني آجي لعندكم. منعك تيجي لعنا؟ طب ليه؟ ما بعرف، كل اللي بده إياه أني ما أصل بيتكم. ما حاولت تفهم منه شو الموضوع؟ يعني شو صار حتى يمنعك تزورينا؟ بقول لك كان معصب كتير، وانت بتعرفي بابا لما بيعصب ما بيحب كتر الكلام. طب معلش معلش، اهدي اهدي وتركيه يرتاح وبعدين اقعدي معه وافهمي منه شو الموضوع. صبري عاجبك اللي بيصير بالبيت؟ خير. شو في؟ الست الوالدة بدها ايانا احنا نشتغل بالبيت بدل الشغالة اللي تركت. طيب وين الغلط؟ ما هو إشي طبيعي، هذا بيتك ولازم تهتموا وتنظفوه. صبري انت بدك تجنني؟ يوم طبيخ ويوم شغل بيت؟ مش عيشة هاي. ميسا انت ليه مكبر الموضوع؟ هذا بيتنا وضع طبيعي ان ننظفه. لا انت اللي هبلة،
هم قاعدين عم بيستغلونا، بنطبخ، بنغسل، بنجلي، بننشر، بنمسح. يا بنتي الناس بقولك نعمل اضراب يوم واحد وما نشتغلش وخليهم يدبروا راسهم، ولا الست لينا قاعده ومدندله. انا شايفه انك انت مكبره هالموضوع. انا اللي مكبره هالموضوع؟ ميسا انت ليه بتضلي تتأفأفي وتحكي عفلان وعلان بكل قعده؟ والله حرام. حرام. شوفي حبيبتي، انا ما بشتغل خدامه ببيوت الناس، اما انت والله اذا مش لاقيه لقمه الاكل ببيت اهلك وبدك تعيشي راضيه فهاي مشكلتك. يا ترى ليش ابوها لرغد منعها تيجي لعنا؟ شو ممكن يكون صاير؟ كل حال اذا رغد ما قدرت تعرف شو السبب راح اروح بنفسي واحكي معها. شو بتعملي؟ زي ما انت شايفه. بتدرسي؟ الله ينجحك يا رب، الله ينجحك. دخلك صاحبتك هاي اللي اسمها رغد ليش بطلت تيجي؟ كانت ختي متعن على البيت يعني، وفجأة هيك غابت لا حس ولا خبر. صار لها اشي مريضة ابوها امها؟ لا لا، بس يمكن هي كمان مشغولة بالدراسة. بالدراسة؟ طب يا ريت انت كمان هيك تنشغلي كتير بالدراسة وتشدي حيلك وتنجحي بسرعة عشان تساعدينا بشغل البيت. بابا ممكن احكي معك كلمتين؟ شو بدك تحكي؟ بابا اذا بدك ما اروح على بيت لينا انا مستعدة، بس اعطيني السبب. اعطيكي سبب؟ لانه بيت لينا في شباب، وانا اللي كنت اخليكي تروحي تقعدي وتسهري عندهم، اكيد سهرات شباب وبنات. ها بابا انت بتعرف الست امنه وعيلتها ناس محترمين، بعدين وينهم الشباب؟ ما في غير صبري وعبد العزيز، واثنيناتهم متجوزين، واصلا ما بشوفهم. انا قلتها كلمه وما بعيدها، ما فيش روحان على بيت لينا. اذا لينا بدها تيجي عندك اهلا وسهلا. بس أنا مستغربة من والدك ليش بتصرف هيك؟ والله ما بعرف يا لينا شو اللي غير رأيه. أكيد صار معه إشي، بس إيش ما بعرف. رغد أنا اليوم بروح معك وبحكي مع والدك. بده يتأخر أبوكي؟ لا ممكن هلأ يكون بالطريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمو نظمي ممكن أحكي معك كلمتين؟ خير يا بنتي. هاي انت قلتها بنتي، يعني البنت بدها تفهم من ابوها ليش ما بيخلي رغد تيجي لعنا. تفضلي. اكيد في سبب، وانا اجيت مع رغد اليوم بس لحتى احكي معك وافهم منك شو اللي صاير حتى تتغير علينا، مع انه انت بتعرفنا منيح وبتعرف والدتي واخواني. يا عمو احنا عيلة منصلي ومنصوم ومنعبد ربنا وما بنعمل شي يغضبه. هو يا بنتي أنا سمعت كلام سملي بدني وصدمني فيكم وفي بنتي. شو هالحكي؟ طب من مين؟ بقولك لو تيجي يوم بس وتشوفي مروة كيف تشتغل مثل الآلة. هاي عديمتي الشخصية، شو ما قالوا لها تعمل بتعمل. لا طبعا أنا لا يمكن أكون مثلها، خلي حماتي وبنتها يشتغلوا. بس يا عم الواحد لما بيجي كلام من شخص ما بيخاف الله المفروض يواجه ويتأكد من صحة هذا الكلام قبل ما يصدق على طول وينسى الناس اللي بيعرفهم منيح وبيعرف أخلاقهم. ما هو يا بنتي البنت اللي إجت قالت لي إنها صديقة رغد وإنها بتخاف عليها، عشان هيك أنا صدقتها. لا يا عمو هاي البنت مش صادقة، وأكيد هدفها تخرب علاقتي برغد. بس يا بابا أنا ما عندي غير صديقة واحدة وهي لينا. لا يدخل الجنة نمام، لأن النميمة أيها الإخوة لا تصدر إلا من صاحب نفس مريضة دنيئة تحمل سلوكا من شأنه تحطيم صلة الأرحام وإفساد الروابط الاجتماعية بين عباد الله. وقد ذمها الله عز وجل وذم صاحبها حيث يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تطع كل حلاف مهين
هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. صدق الله ورسوله. والعضة أو العضة أيها الإخوة هي الكذب والبهتان. يعني معقول لينا تحكي عنا هالحكي؟ لو على هالكلمتين هدول هينات لسه ما عرفتي شو حكت. قال الست لينا يا أختي بتقول إنه مروة بتتظاهر بالطيبة وهيك تحتانية يعني من تحت لتحت، بس بترسم على إشي تقيل. إنما أنت يا ميسة بتحكي كل إشي بقلبك قدامنا. وشو هو الشي تقيل اللي أنا عم برسم عليه؟ والله ما بعرف يا أختي، بعرفش. أنت قادرة؟ أنت قادرة؟ هيها قاعدة هي وخالتي قاعدين بنموا علينا. أي صدقيني لو ضوينا أصابعنا العشرة الشمع ما يعجبهم. اشتغلي يا أختي اشتغلي. إف عن إذنك. يعطيك العافية حبيبتي، احنا تعبناكي معانا كتير اليوم، بس إن شاء الله تذكرتي تعملي معكرونة بالبشاميل للينا. إيه والله راح نبالي. معلش ماما باكل أي شيء. بس أنت مشتهية المعكرونة من امبارح. حبيبتي أنت تعبتي كتير اليوم، روحي لميسة قولي لها تعمل لنا معكرونة. زيحي هيك، الأوامر بتقولي إنه أنا اللي بدي أطبخ. قلت لك يا مروة إنهم بيستغلونا، بس أنت ما رديتي علي. هيك طول النهار قاعدة عم تطبخي وبتنفخي بالآخر مش عاجبها. قال إيش بدها إياني أنا أعملها معكرونة. بدك الصراحة أنا مستغربة من خالتي. لا تستغربي ولا على بالك، هي هيك دايما ما بيحلالها بس إلا تتعبنا. مروة يا حبيبتي قلت لك نتفق مع بعض، نتحد مع بعض، وبالآخر كلمتنا هي اللي بتمشي. نتحد؟ هو إحنا بحرب؟ آه بحرب، أنا وإنتي من جهة وحماتك وبنتها من جهة، وبصراحة بصراحة الكل علينا. روحي هيك خليني أطبخ لها. هاي طبخة هاي. يا ميسة يمكن أمي ما حبت الطبخة اللي طبختها مروة، وحابت تاكل معكرونة من بين إيديك الحلوين، يعني هاي جريمة. يا حبيبي كل واحدة فينا قبل ما تطبخ بتسأل الست الوالدة شو حابة تاكل، بس إمك بتحب تتعبنا هيك على الفاضي، وإنت خليك على طيبتك. شو قصدك؟ قصدي يا حبيبي إن الفلوس كلياتها بإيد والدتك، والدتك بتعطي عبد العزيز بالألوف. عبد العزيز مش بحاجة لفلوس لأنه بيشتغل مدرس أصلاً، وإنت اللي بتتعب بالشركة ليل نهار. شو اللي قاعدة تحكي؟ مصاري شو هاي؟ آه أعطته، أنا شفتها أعطته آلاف الدنانير وبتعاملك كأنك موظف عندها. صبري بدون مقدمات، إيش فيه ابني احكي؟ بصراحة يا أمي أنا حاسس أنك مش عادلة معي، يعني ملاحظ أنك بتعطي أخوي عبد العزيز أكتر مني، وأنا يا أمي اللي بمضي كل وقتي بالشغل. بعطي عبد العزيز؟ هي ميسة حكت لك؟ على العموم كل شيء في وقته حلو، هلا أنا مش رح أحكي ولا إشي. يا أمي أنا آسف، أنا كان قصدي. صبري أنا قلت مش وقته. شوفي شو الموضوع؟ هلا بس يجي أبوكي بتعرفي. خير يا بنتي شوفي؟ عمو هاي اللي بالصورة هي البنت اللي أجت لعندك وحكت لك عني أنا ورغد؟ آه فعلاً هذه هي البنت اللي أجت لعندي. كنت عارفة إنها هي. مين هي هاي البنت يا لينا؟ عمو هاي البنت بتكون مرت أخوي، وهي قصدها تعمل هيك عشان تفرق.
السلام عليكم أستاذ مالك. أهلا فيك، الله يرضى عليك. بدي إياك تشوف لي موضوع الأرباح. أنا مش مرتاح للي عملته. لا يا حبيبي، ارتاح ونام ليلك الطويل. بلاش بكرة تطلع على الحديدة وتصفي الشركة والبيت والأموال للغالي عبد العزيز. بكفيك، بكفي لوشتيني. بكفي بكفي. للأسف يا صبري، أنت خيبت أملي فيك. خير يا أمي، في إشي؟ أنا اللي مأمنتك على المال والشركة وكل إشي، بتخون ثقتي فيك؟ تختلس من أموال الشركة؟ ليش يا صبري؟ ليش؟ بتسأليني يا أمي ليش؟ لأنك ما كنت عادلة معي. كل شي أعطيتيه لعبد العزيز، ألاف المصاري لعبد العزيز، الحب، الحنان، الرعاية لعبد العزيز. يا ابني، أنا الفلوس اللي شافتني ميسة عم بعطيها لأخوك عبد العزيز، هذه زكاة أموالنا كلنا. أنا أعطيته إياهم يوصلهم لجماعة عم ببنوا مسجد جديد ونقص عليهم فلوس. أنت مشغول كتير في الشركة، فأعطيت المصاري لأخوك يوصلهم، حبيت إني ما أتعبك. للأسف يا صبري، أنت طول عمرك كنت ماشي صح، بس زواجك من ميسة أثر فيك، غير أخلاقك. واللي مزعلني منك إنك بتسمع كلام مرتك، ما بترجع لأمك اللي ربتك وتعبت عليك ووثقت فيك. أنا كنت ملاحظة كل تصرفات ميسة وعرفتها منيح، جربت إني أغيرها للأحسن، حاولت إني أحسسها إن عيلة واحدة، بس أبداً ما في فايدة. كان كل همها إنها تفرق بيننا، كان كل همها النميمة جوا وبرا. بتصدق إنها راحت على بيت أهلها لرغد وحكت كلام لأبوها، هو السبب اللي خلاه يمنحها إنها تيجي لعنا. ولولا إنه أختك لينا تدخلت وحلت الموضوع، كان ضل الرجال آخذ فكرة سيئة جدا عنا، وكل هالكلام من تحت رأس ميسة. ميسة عملت هيك؟ أيوة، ميسة عملت هيك. ميسة عمرها ما رح تقدر تعيش بسلام، لأنها ما بتفكر إلا بنفسها، وأنا شخصياً ما بقدر أعيش تحت سقف واحد مع وحدة مثل ميسة. فعشان هيك اشتريت بيتين، واحد إلك وواحد لأخوك، وكل واحد يروح يعيش لحاله. لا لا يا أمي، لا لا، أنا ما بقدر أعيش بعيد عنك. أنا رح أظل هون عندك، ما أبعد عنك أبدا. سامحيني أمي، سامحيني، أرجوك تسامحيني. ميسة صعبة عندي، أنا مستحيل أعيش مع وحدة إذا تفرق بيني وبين أهلي، مستحيل يا أمي. والنميمة كما رأينا أيها الإخوة إفساد للحياة وإفشاء للأسرار وفضح للمستور. لهذا أخبرنا عليه السلام أن النمامة لا يدخل الجنة أبدا، وأنه يعذب في قبره قبل عذاب يوم القيامة. أما من ناحيتنا أيها الإخوة، فعلينا ألا نعطي آذانا صاغية لكل من يحمل لنا نميمة، علينا ألا نصدقه وألا نجعل مجالا للظن بالسوء
لأخ لنا أو قريب غائب لا يدري عما يحاك حوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. Thank you.